الفيديو ده هنتعلم ازاي انك تكسب $500 من اي حاجه فعليا عندك في البيت. في الفيديو ده عندنا مفاجاتين، المفاجاه الاولى وهي دلوقتي ان انت تقدر تسحب ويسترن يونيون. الناس شغاله في مجال الربح من الانترنت بيكون دايما عندهم مشكله في السحب، فالمفاجاه ان الموقع ده تقدر تسحب منه عن طريق الويسترن يونيون وباينير باي بال وكتير مواقع. المفاجاه الثانيه هنتكلم عليها في نهايه الفيديو ده، وهتكون بس هديه لكل الناس هيكملوا الفيديو للاخر، هيكون فيها شرح ازاي ان انت مش تكسب بس بالطريقه اللي احنا بنقول عليها، في طريقه ثانيه تقدر تكسب بيها من على الموقع. ملخص الفيديو ازاي انت كطالب او حد مهتم بالدراسة او حاجة كده ازاي يقدر يكسب من الكتب مقالات ملازم. الموضوع كله هو عبارة عن انت بتاخد حاجة تعمل لها سكان ترفعها، يجي عليها ناس تاخدها تاخد فلوس تسحب الفلوس بتاعتك، خلص الموضوع. زي ما اتكلمنا في فيديوهات كتيره جدا، احنا عندنا اكتر من طريقه تقدر تحقق منها ارباح عن طريق الانترنت، عن طريق المواقع الفري اللي انت هتتعب فيها كتير شويه عشان تحقق منها ارباح زي المواقع دي، او عن طريق المواقع اللي لازم تدفع فيها شويه كاعلانات، يعني سواء الخدمه بتاعتك عشان تجيب منها اللي هي الفريلانس، او ان انت عن طريق التجاره الالكترونيه والدروب شيبنج، وده اللي احنا بنتكلم عليه دايما وده اساس القناه عندنا. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان انا اوفر لكم المواقع اللي تجمع منها راس مال او توفر منها الفلوس عشان تقدر في الاخر توصل ان انت تشتغل على التجاره الالكترونيه وانت تعمل البراند بتاعك اللي بعد كده فعليا وانت نايم هو بيكون بيجيب لك فلوس. طيب عشان ما اطولش عليكم وخلينا نبدا في الفيديو مباشره، ما تنساش ان انت تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وشير عشان بقدر الامكان ان شاء الله احاول ان انا اوفر لكم دايما الفيديوهات او الحاجات المفيده ليكم. خلونا نبدأ عشان ما نطولش بالفيديو حتى في الشرح، يلا بينا اهو. طيب زي ما اتكلمنا في بداية الفيديو، ده الموقع اللي احنا نشرح عنه النهاردة اسمه ستادي بول، تمام؟ موقع قديم جدا يعني عليه اكتر من 10 مليون ولا اكتر من 20 مليون طالب على الموقع نفسه، بيدخلوا بشكل دوري على الموقع نفسه عشان يلاقوا اعلانات كتب ملخصات. اول حاجه ان انت تقدر تكسب اكتر من $5000 في الشهر عن طريق بس ان انت تشير الملفات بتاعتك. في اكتر من 10 مليون طالب موجودين على المنصه دي، كل مره حد هيشوف الملف بتاعك او الحاجه اللي انت بتنزلها بتاخد $10. طبعا احنا مش هنتكلم عن $5000، خلينا نقول ان ده رقم كبير جدا وانت مش هتقدر تعمله في الاول اصلا. الارقام البسيطه اللي هو 100 200 500 دولار في الشهر ان انت تقدر تعمل الارقام دي، او تقدر تعملها زي ما قلت لكم. شايفين هنا دي ده واحد عامل كام؟ عامل $161,000 بس من الموقع ده، واحد عامل 128، واحد 117. طبعا الارقام دي ناس بقى لها كتير جدا مع الموقع ده، بقى لهم كتير جدا بيرفعوا فبيقدروا انهم يوصلوا للارقام دي، بس احنا مع الوقت ممكن نقدر نوصل الارقام دي. طيب لو نزلنا تحت كده، واهم حاجه عشان نقدر نتاكد هل الموقع ده فعلا موثوق فيه ولا لا، فدايما الموقع بتاع الريفيو ده هو ده اللي بيثبت لك اذا كان الموقع ده حقيقي ولا لا، تمام؟ لو اي حد خد الاسم بتاع الموقع الريفيو ده وبعد كده رقم كتب اسم ستادي بول على الموقع الريفيو، هتلاقيه طلع الموقع بتاعك وهتلاقي الريفيو كلها وتقدر تكتب الريفيو. طيب خلينا نخش عندنا في العملي على طول، ازاي ان انت تقدر تكسب بقى. هنا بيقول لك ان انت اول حاجه بترفع الابلود اللي هو الفايل زي ما قلت لكم، الامتحان او الحاجه اللي انت هترفعها، الكتاب او ايا كان الحاجه، هم بيبداوا ان هم يراجعوا الحاجه بتاعتك دي ويشوفوا الكواليتي بتاعت الصوره او الحاجه اللي انت بصور بيها، هل الحاجه الكواليتي واضحه وكل حاجه واضحه. لو بعد كده ان هو بياكدوا بيعملوا ابروف، وبعد كده بيقول لك ان هو بيعرضوها عندهم على الموقع بحيث ان الطلاب اللي بيعملوا ريسيرش او بيدوروا على حاجه معينه ليها علاقه باللي انت نزلتها دي يقدروا ان هم يعرضوها له، وكل عندهم اكتر من 10 مليون واحد، فكل واحد بيشوفه تقدر ان انت تكسب. شايف انا جايب لك ايه؟ بيقول لك ان انت من كل واحد هيشوف الملف بتاعك ده هتاخد $10. انت متخيل الموضوع قد ايه سهل؟ كتب للسنه اللي فاتت انت بتدرس في ايا كان المجال، علوم طب ايا كان المجال اللي انت بتدرس فيه، او حتى لو انت بتاخد كورسات مثلا وعندك ملخصات لكتب، ملخصات امتحانات واجاباتها بتاعت السنه اللي فاتت السنين اللي معاك قبل كده، اي ورقه اي حاجه ممكن فعلا تكون بتفيد الناس اللي مهتمه بالمجال بتاعك دي. يعني الحاجه اللي انا نسيت اقولها لكم فوق ان هنا مش الموضوع مفتوح، يعني بص عندك في البيزنس تقدر لو انت مهتم بالبيزنس او حاجه ليها علاقه بالبيزنس فعندك دي كلها انواع معينه تقدر ترفع منها حاجه. عندك شايف هنا برضو حاجه ليها علاقه بالارت والفاشن، حاجه ليها علاقه هنا بالجبر، معرفش ايه المواد البرمجه العلوم، شايف دي كلها حاجات تقدر ان انت تشتغل. شايف كل دي حاجات ان انت تقدر وانت مهتم بحاجه منها معينه او ليها علاقه بالمجال الدراسي بتاعك ان انت ترفع منها، فانت عندك مجالات كتيره جدا تقدر ان انت تعمل فيها حتى في الكتابه كمان. شايف او ان انت تدور بقى على النت اصلا تجيب حاجات جاهزه ممكن انت تظبط فيها شويه تصورها وترفعها تاني، يعني دي من ضمن الحاجات. لو انت ما عندكش حاجه ومكسل حتى ترفع الحاجات اللي عندك، خلينا نخش على طول نسجل مع بعض، نعمل اكونت مع بعض
نيجي من هنا نعمل ساين اب، تمام. هبدا انا اسجل دلوقتي وهخش، وبعد كده يعني هتكتب عليك الايميل اليوزر نيم بتاعك والباسورد وتخش جوه ونبدا نكمل مع بعض من جوه. طيب بعد كده طبعا بيفتح معاك الشكل ده من الصفحه عشان يقول لك ان انت تعمل فيريفاي عادي، ان انت تروح الايميل بتاعك بتلاقي رساله جات لك ان هو محتاج يعمل تاكيد للحساب بتاعك، تجي لك الرساله بالشكل ده على الايميل بتاعك وبس، تضغط هنا فيريفاي ايميل خلاص بيتاكد الحساب بتاعك. بعد ما عملنا تاكيد بيظهر معاك الحاجه دي، بيقول لك اللي هي الشروط والحاجات اللي هي علاقه بالموقع نفسه، بتيجي في الاخر تعمل هنا وتعمل اي اجري، تدخل هنا بيطلب منك تختار انت لو انت بنت تختاري صوره ليها علاقه بيك، احنا نختار مثلا ده، تكتب هنا اي اسم مدرسه بتاعتك او حاجه ليها علاقه، لو انت في مدرسه او في جامعه او ايا كان تي سي، تمام. هنا خلاص بيقول لك ان انت تمام، هنا بيقول لك تقول له كونتينيو، تمام، تعمل دون، تمام كده فتح معاك الاكونت والاكونت بتاعك اشتغل عادي. طيب محتاجين بقى نبدا ازاي ان انا ابيع الحاجه بتاعتي، يعني عندي حاجه فوق اسمها سيل دوكيمنت، هنا زي ما انت بيطلع لك الناس اللي هي عامله عشان كتحفيز ليك يعني، وهنا طبعا بيكتب لك تاني، تمام. فكل الموضوع ان انت بتيجي هنا تقول له هنا طبعا احنا ما عندناش اي حاجات احنا رافعينها، ما فيش حاجه هتعمل لها ابروفد توافق عليها، وما فيش حاجه ايه ما اتقبلت، فبتيجي من هنا عشان هنرفع حاجه مثلا، بتيجي من هنا او من هنا على طول، يعني انت ممكن تجيب الملف بس تسحبه وتحطه هنا. طبعا مش عارف بيسالك عن هل الحاجه دي ليها علاقه بكذا كذا كذا، وبتعمل كونفيرم، بيبدا ان هو يترفع الملف بتاعك هنا، بيقول لك ان هو بروجريس، شايف هنا رفعنا الملف، هنا بقى لك انا عندك واحد ملف اترفع لسه ما اتعملوش ابروفد او اتعمل له ديس لاين، لو اتعمل له ديس لاين يعني ما اتقبلش، فتقدر ترفع ملف تاني وهكذا. شايفين كلمه بيكم بس تضغط عليها هنا، دي للناس اللي بتقدر تقدم محتوى او تقدر انها تعلم حد حاجه، هنا بيقول لك ان انت تقدر تكسب فلوس برضو عن طريق ان انت تقدم محتوى او ان انت تعلم الطلاب كتدريس حاجه معينه. فمجرد ما تضغط على ابلاي ناو هنا بيحولك للصفحه هنا اللي بيقول لك عن طريقها ان انت ممكن تكسب، مثلا في حد هنا بيقدم مش عارف حاجه ليها علاقه بالفيتنس، ما اعرفش ايه. مجرد ما تضغط هنا بيبدا يسالك كام سؤال عشان يتاكد ان انت فعلا عندك خبره في الحاجه اللي انت عايز تقدمها دي، وتكمل من هنا وخلاص تبدا الابلكيشن وتبدا الحاجه بتاعتك. موضوع بسيط جدا، تتفرج على الفيديو ده او تكمل السيره بتاعت الابلكيشن. طيب نرجع تاني للمحفظه، او خلينا نقول اللي هو الداشبورد او الحاجه بتاعتنا، المكان الاساسي اللي احنا بنجيب نرفع منه سواء الفايل. نيجي من هنا عند المنيو عشان نبدا بقى نسحب الفلوس، ودي المفاجاه والحاجه اللي احنا قلنا عليها. لو ضغطت على ماي بالانس اللي هو الفلوس او الحاجه اللي انا كسبتها حتى الان الارباح، تيجي هنا طبعا احنا ما عملناش اي حاجه حتى الان، فما بتلاقيش اي حاجه هنا موجوده، بس خلينا نقول ان احنا مثلا معانا او كسبنا فلوس هنا، بتيجي تعمل هنا withdraw money اللي هو ارسال الفلوس بتاعتك، في باينير، في بيبال، في ترانسفيرر، وفي ويسترن يونيو اللي هو يعني الفلوس بتاعتك توصل لك من 1 لـ3 ايام، ودي تقريبا حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في موضوع وسائل الدفع والحاجات دي. بكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. الموضوع بسيط، زي ما انتوا في المواقع اللي انا بنزلها دي بتحتاج منك ان تتعب شويه عشان تلاقي مقابل، تكرر نفس الحاجه المهمه دي في المواقع اللي زي دي كتير عشان تلاقي اخر الشهر في عائد بيجيلك، وعشان تربح عشان تكسب لازم تتعب. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وزي ما قلت لكم لو حد عنده استفسار وعنده حاجه دي يكتبلي تحت في الكومنتات، هتلاقوا رابط الفيديو تحت في الكومنتات، واستنونا فيديوهات جايه ان شاء الله كتيره جدا عن ربح من المواقع، ربح من الفريلانس، او الربح من الدروب شيبنج والتجاره الالكترونيه. ويلا بينا.